السلام عليكم، معكم عبد الله جائز، تنسر فلو يوزر جروب كازابلانكا. واليوم غندوي لكم شويه على البيزكس ديال الماشين ليرنين، الاي اي، ديب ليرنين، كاع داكشي كاع. باش نبداو، باش نبارطاجي ليكرون ديالي. يس، قبل ما نبداو، ديما كنسمعوا في الماشين ليرنين او الانتيليجونس ارتيفيسيال، كنسمعوا ثلاثه الحوايج بالضبط: الارتيفيسيال انتيليجونس، الماشين ليرنين، والديب ليرنين. شنو الفرق ما بين هاد الثلاثه؟ شنو الفرق بين هاد الثلاثه؟ اول ما نبداو بالانتيليجونس ارتيفيسيال، الانتيليجونس ارتيفيسيال نعطيكم واحد ليكزومبل. فاش كنشدو مثلا واحد لو طرافاي دارتو واحد الماشين، واحد لو طرافاي دارو واحد هيومن بيرسون، بنادم، وهاد لو طرافاي هذا كنقولو مثلا في الاخر كنعطيوه لواحد اخر ما عارفش شكون اللي دار هاد لو طرافاي وشكون اللي دار هاد لو طرافاي، واش هيومن ولا ماشي هيومن، وكنعطيوهم ليه بجوج، وكنقولو ليه فين هو اللي دارتو الماشين وفين هو اللي دارو بنادم. فاش كيشوف وما كيعرفش كنوليو نقولو ان هذيك لا ماشين عندها واحد لانتيليجونس ارتيفيسيال، اللي اون جينيرال فاش كنقولوا انتيليجونس ارتيفيسيال هي واحد نقولوا واحد الطريقه اللي كتميميكي او لا كتقلد لينا الهيومن بيهافير. كنوليو نقولوا انه ما كنفرقوش ما بين الخدمه ديالها وما بين الخدمه ديال اليوم. الا وصلنا لهاد اللحظه هذه بالضبط كنقولوا ارتيفيشال انتيليجنس. دابا عرفنا شنو هي الارتيفيشال انتيليجنس. دابا الارتيفيشال انتيليجنس هو هاد ستادي كامل او هاد تكنيك كامل. الماشين ليرنينغ هو واحد الطريقه بالضبط اللي كنعلموا بها الماشين باش تولي انتيليجونت، باش نوليو حنا نقولوا هذه راها ماشين انتيليجونت كتميميك الهيومن بيهافير. كنشدوها مثلا وكنعلموه، كنبقاو نعطيوها بالحاجه تتعلم، بحال شي دري صغير باش كتبقى كتوريه هذه هي او غادي كنعلموا فيه فواحد الوقيته راسو كيولي كيقول كيشوف الحاجه كيعرفها حيت ماشي مشيتي للدماغ ديالو وقديتي ليه سميتو، غير كتوريه كتقول ليه هذا كذا هذه كذا هذه كذا. هذه هي الماشين ليرن. الديب ليرن هو واحد نقولوا ستادي اللي غارق اكثر من الماشين ليرن. باش كنقول غارق اكثر من الماشين ليرن يعني انه شدو تانسبيراو من السيرفو ديال بنادم. السيرفو ديالنا مكون من واحد لي نورون، وهذوك لي نورون كيبقاو يدبو مع بعضياتهم، كيفايري هاد النورون مع هاد النورون. نورمالمون الناس ديال الميدسين غيفهموا هادشي وغيفهموا كيفاش خدامين لا نورون. الفكره حاولوا يميميكيو هذاك البرانس وصايبوا واحد لو غيزو سماو غيزو دو نورون، وهذاك الغيزو دو نورون وليت كتقدر تعطيه الداتا وهو كيحاول وهو بحال كنقول كيتعلم على راسو وكيميك ديسيجن على راسو. نورمالمون فاش كتسمع ماشين ليرنين يعني راه بزاف ديال لي زالغوريثم، بزاف ديال لي زالغوريثم اللي كيديروا الماشين ولا كيعاونوا في البريدكشن ديال ولا كيربطوا مثلا الماشين انتيليجنس. ولكن فاش كندويو على الديب ليرنين حنا كندويو على لي غيزو دو نورون. تسمع غيزو دو نورون راه ماشين ليرنين، ديب ليرنين تسمع الغوريثم عادي راه ماشين ليرنين. دابا فاش كندويو على هذوك ثلاثه، دابا خصنا ندويو على الماشين ليرنين، نحاولوا نغرقوا فيه شي شويه الراس. الماشين ليرنين باش نقولوا الماشين ليرنين اش كيحتاج. نورمالمون فاش كندويو على بغينا نعلمو واحد الماشين اولا الماشين تولي انتيليجونس خاصنا نعطيوها بزاف ديال لي زانفورماسيون. نورمالمون الا بغيت نشوفها مثلا انا نعلمها مثلا ان هذا راه روبيكس كيوب، ماشي نعطيها تصويره واحده ديال روبيكس كيوب ونقول لها هذا راه روبيكس كيوب، خاصني نعطيها بزاف تصاور ديال روبيكس كيوب ونقول لها راه روبيكس كيوب وكتبقى كتعلم منه. ها حنا جمعنا هادو التصاور مثلا وماشي 20 تصويره 30 تصويره، خاصني نعطيها بزاف. كنقولوا بيك داتا راه بيك داتا. من بعد لي زالغوريثم، نورمالمون فاش كنقولوا لي زالغوريثم نورمالمون راه كندويو على ستاتستيك، الحساب، المات، الروينه، داكشي كامل اللي كيعاون باش ان الماشين ديسيدي. حيت الا جيتي تشوفوا فلاغيير ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال راه كلها مات، يعني باش تبدا ولا تكون عندك شي حاجه مهمه اول حاجه خاصك الداتا، ثاني حاجه خاص تكون ميتريز المات ديالك، ستاتستيك، بروبابيليتي، كاع داكشي كامل. من بعد كيبقى خاصك الانفراستركتور اللي هي نورمالمون واحد السيرفر ولا واحد الماشين كتكون انتيليجونس خاصها تبروسيسي دوك لي زيماج بزاف،
باش بروسيسي لك مثلا دوك لي زيماج بزاف ياخذ كتاخذ الوقت. ونفترضوا خدات لينا بزاف الوقت، ماشي خدات لينا بزاف الوقت، ولكن نورمالمون غير خصنا نقولوا واحد الانفراستركتور اللي تكون مجهده باش سيبورت داكشي كامل. نقولوا مثلا عندك واحد الباسي كوردو ديو او لا اترو راه يقدر يبروسيسي لك، ولكن باش نعطيه مثلا انا ملايير ديال لي زيماج، كل ايماج دي ايماج، ونعطيه بزاف ديال لي فيديو، كل فيديو فيديو نيت فيه واحد الكاليتي هربانه، كي غادي يرجع بروسيسي شحال غادي ياخذ ديال الوقت باش يبروسيسي؟ نورمالمون غادي خاصنا واحد الانفراستركتور اللي تكون زوينه، سيرفرات مزيانين، الرام مزيانه، بروسيسورات ولا جي بي يوات مزيانين، ولا تنسور زمان يكونوا حاضرين، المهم واحد الانفراستركتور اللي تقدر تسبورت ليا الماشين ليرنينغ. اون جينيرال ثلاثه مهمين، الانفراستركتور، المات، والداتا ديالك. دابا بارك عليا من هادو، حاولت ندوز بالزربه باش ما نطولش عليكم. شنو هما النواع ديال الماشين ليرنينغ؟ كاينين تقريبا ربعة انواع ديال الماشين ليرنينغ. كاين السوبرفايزد ليرنينغ، الانسوبرفايزد ليرنينغ، سيمي سوبرفايزد ليرنينغ، ما سوبرفايزد، ما انسوبرفايزد، ورينفورسمنت ليرنينغ. دابا فاش كنديرو مثلا على السوبرفايزد ليرنينغ، شنو هو السوبرفايزد ليرنينغ؟ نعطيكم اكزومبل. ديما انا عزيز عليا واحد الاكزومبل كيكون بسيط بزاف، اللي هما كلاب والمشاش. فاش كنجي عند مثلا عند واحد الماشين وكنبدا كنقول ليها مثلا كنعطيها مثلا في هذا الاكزامبل اللي داير انا هنا، نساو الكلاب والمشاش، نكملوا على الاكزامبل اللي كاين في الايماج هنا اللي قدامكم. عندنا مثلا تصاور هادو ديالاش، هادو تصاور ديال الطاجين، هادو تصاور ديال الطاجين. الى لاحظتوا باش الموديل ديالي يولي عرف شنو هو الطاجين، باش نوع نعطيه نعطيه تصاور ديال الطاجين ونقول ليه هادو راه طاجين. بحال مثلا كل تصويره نلصق عليها واحد اللابيل ديالها ونقول ليه مثلا هادي راه طاجين، نشد نعطي تصويره ثانيه نقول ليه هادي راه طاجين، نعطي تصويره ثالثه ونقول ليه هادي طاجين اتسيتيرا. بغيت نعطيه مثلا، نعاود نرجعوا للكلاب والمشاش مثلا، بغيت نعلمو الفرق ما بين التصويره ديال الكلب والتصويره ديال المش. اش نقول ليه؟ نعطيه تصويره، نعطيه تصويره ديال الكلب ونقول ليه هذا راه كلب، نعطيه تصويره ديال المش ونقول ليه هذا راه مش، ونبقى غادي كنعطيه في التصاور ونعطيه بزاف التصاور، باش غنولي نعطيه تصويره هو اوتوماتيكمون غيولي يعرف واخا نكون ما وريتهاش ليه من قبل. هذا هو السوبرفايزد ليرنينغ، كنعطيه تصويره وكنقول ليه شنو هي قبل نعطيها، وكيتعلم من هذاك الشيء اللي عطيته انا. الان سوبرفايزد ليرنينغ بشكل اخر، ما كنعطيهش لابيل، ما كنقولش ليه هنايا لابيل، لاحظتوا الكروه كاينه في لابيل، ما كنعطيهش لابيل شنو هي، وكنقول ليه نعطيه بزاف مثلا تصاور، هو اوتوماتيك مش كيحاول يدير، كيحاول يجروب بين التصاور، كيحاول يقلب على لي سيميلاريتي ما بين التصاور، اولا شنو كاين شي حاجه قريبه من شي حاجه، كيحاول يشوف التشابه ما بين التصاور وكيجروبيهم كيجمعهم. هادي كتسمى الانسوبرفايزد ليرنينغ. من بعد كيخرج ليا واحد البريدكشن، كيحاول كيجمع فيها هذوك اللي بحال بحال، هادو اللي بحال بحال، هادو اللي بحال بحال، هادو اللي بحال بحال. هذا هو الانسوبرفايزد ليرنينغ. قولينا جوج، انا ما نحاول ما نركزش عليهم، ولكن الفكره شنو هي، غنحاول نشرحهم بالزربه. السيمي سوبرفايز ليرنينغ اللي هو ميكس، ما سوبرفايز ما ان سوبرفايز، كنعطيه شويه سوبرفايز وكنبقى نقول ليه تريني تريني تريني، وجينيرالي الشيء الاخر اللي مازال ما فيهش اللابيل ديالك، بحال نقول كنعطيه شويه باللابيل وما عنديش لابيلز في الاخرين، وهو كيتريني على داك ديال اللابيل وكيجينيرالي ديال ماشي لابيل، وكيحاول من بعد يدير سيميلاريتي بيناتهم. وكاين رينفورسمنت ليرنينغ، reinforcement learning هو شكل اخر، كيبقى افوري اميزور، كيبقى كيتعلم. كنجي مثلا عنده كنقول ليه مثلا هذا هو الطاجين، وكنقول ليه راه طاجين، كيحاول يجبد لي يقول لي واش هذا طاجين، كنقول ليه اه طاجين. كنعطيه مثلا حاجه اخرى، كيبقى ما حد وما كيغلطش، انا راه غادي معاه، فاش كيغلط كيحبس كنقول ليه لا هذا راه غلط، هذا مثلا عطيته مثلا صلاد وكلاسيفيها مثلا بحال طاجين، كنقول ليه لا فراني ماشي طاجين، هذا هذه راها سلطه، وكنبقى غادي الى غلط كنصحح ليه، وهو في الغنزه كيبقى كيتعلم. هذه هي الريفورسمنت ديال دوينا على لي تيب. دابا نشوفوا كيفاش خدامين، شنو الفرق بيناتهم. بعدا كاين واحد الترم اخر تقدروا تصادفوا معاه، اللي هو الكلاسيفيكاسيون. شنو هي الكلاسيفيكاسيون؟ هي فاش كنشدوا مثلا الداتا ديالنا وكنقسموها، نقول مثلا قسم لي مثلا هذه هنا وهذه هنا، كلاسيفي لي جوج حوايج مثلا، نقولوا
كلاب ومشات، ديك اللعيبه ديك قبيله ديال كلاب ومشات راها كلاسيفيكاسيون. الفكره شنو هي؟ هو انها كتقدر خاصك تجاوب على مثلا نقولوا الا عطيتي الكيستيون ديال وات از ذس، ذس از مثلا لاين، ذس از اكدا، والكاتيجوريز ديال اللي قصدنا بهم هي مثلا لاين وانيمال اخر مثلا. anyway كيحاول يقصد من الداتا على جوج حوايج، اولا بحال في ليكزامبل الاخر اللي هنا اللي كيبان الفوق اللي هو مثلا كلاسيفيور ديال سبام وماشي سبام، كيجي الايميل كيعرفوا راه سبام اولا ماشي سبام بالضبط، وكيفرق لينا الانبوكس من سبام. يا هي كلاسيفيكاسيون. ريغريسيون، ريغريسيون شكل اخر اللي هو واحد كان ديجا شرحها لك. نورمالمون كاين واحد ليكزامبل هو اللي كندير انا في التصويره هنا ديال البريدكشن ديال الديور. تخيلوا معايا هاد ليكزامبل، عندك دار و انت شحال عندك دار، عندك بزاف ديال الديور. نقولوا مثلا الدار الاولى هي هذه مثلا، نقول على هاد الدار كبيره بزاف، فيها جرده، فيها كراج، فيلا حداها النخل اتترا، فيها الجليج، الرخام في شي بلايص، مهم كلاس، دار كلاس، تحطها في هاد البلاصه. قدرنا تحطيناها في البلاصه بحال كتقول ديناها بالسايز ديال الهاوس مثلا، كل ما كان صوت الهاوس ديالنا كبير كل ما البرايس ديالو غيكون طالع. نخدمو غير بالسايز، حنا بارك علينا غير السايز، كافينا السايز، واخا يقدروا يكونوا دخلوا بزاف ديال الفاكتور ولكن بارك علينا غير السايز. كل ما كانت كبيره كل ما غادي في هاد البلاصه. نجيو مثلا دار صغر منها شويه غادي هنا، دار صغر منها هنا غادي، وغاديين الديور كيبقاو كيتحركوا. يلا حطوا هنا درنا بحال واحد الخط، الا رسمنا واحد الخط هنا شدينا غير رسمنا الياتوارمو، شدينا ورسمناه قريب من كاع دوك النقاط، كان حاولنا نلقاو واحد الخط. راه ما يكونش غير خط واحد، يقدر يكونوا 3 4 5 100 ألف، ما يقدروا كاع احتمالات كاينين، غير واحد الخط اللي قريب من الداتا كامله تقريبا. من بعد فاش كنجي نقول ليه مثلا واحد الهاوس اللي خرج ليا كاين هنا، واحد الدار خرجت ليا هنا في هذه البلاصه مثلا، اوتوماتيكمون كنبريديكتي انه في ذاك الخط اللي رسمت كيتساطح معاها. فاش كيتساطح معاها كنجرو مثلا لهنا، نقول مثلا هذا هو تمام وغادي مع ديجا عندنا انا هذا الهاوس وهاد الديور هادو بحال قول رسمنا بهم البلوت ديالنا، ولينا عارفين السايز فين والثمن شحال، حيت ديجا هذا فاش رسمناه في هذه البلاصه راه عارفين ثمنه شحال، داكشي علاش حطينا ثمنه هنا، وهذا فاش رسمناه حتى هو عارفين ثمنه هنا. فاش غنبغي مثلا نجيب واحد الهاوس اخر ونكون عارف غير السايز ديالو، نقول مثلا السايز ديالو مثلا هو هاد البلاصه، فاش غنبدا طالع ونتسطح مع داك الخط ديالي هنا بحال هاد اللقطه، فاش غنبدا طالع مثلا جبت هاد البلاصه هادي، ها هو غيتسطح مع هادي غيمشي لهاد البلان، وهنا غنعرف الثمن ديالو. نفس البرانسيب يعني، الا جيت لقيت واحد الدار في البلاصه تسطحت ليا مع الخط، وغنجي نقول هذا هو الثمن اللي غنقدر بريديكتي بيه، وكتكون اكيوريت صراحه اكيرات، ماشي اكيرات 100% ولكن كاينه لاكيوريسي. تقدر ماشي دار غير في الريفتو، تقدر دار مثلا في الطول ما بين جوج البلايص، كاين بزاف ديال الاستعمالات اللي تقدر دير بهم الريغريس. يا دابا شنو الفرق ما بين الكلاسيفيكاسيون والريغريس؟ الفرق ما بين الكلاسيفيكاسيون والريغريسيون هو انه الكلاسيفيكاسيون كتقسم لنا الداتا على جوج، كتقسم لنا الداتا على بزاف، ماشي بالضبط جوج ولكن تقدر تكون كلاسيفيكاسيون غير ثلاثه. الى فاتت ثلاثه نقدر نسميوها كلاسترين، ولكن المهم الفكره شنو هي؟ هو انه الريغريسيون كتبريديكتي لنا شي حاجه جديده ما عندناش، ولكن الكلاسيفيكاسيون كتفرق لنا الداتا، كتشد لنا الداتا وكتفرق. قبيله جبت الكلاسترين، شنو هو الكلاسترين؟ الكلاسترين هو فاش كنقولوا مثلا عندنا واحد الداتا وكنبغيو نجبدوا الداتا ويدين داتا، داتا وسط الداتا، يعني نقولوا كاين بزاف ديال الانواع ديال الداتا وكنبغيو نفرقوهم، يعني نشدوا مثلا هنا كاينين عندنا معينات دوائر مجموعات، والكلاسترين هو انه ما غاديش نكلاسيفيوهم على جوج الحوايج ولكن غادي نشدوهم نكلاستريوهم، كل وحده غادي يكون في كلاستر راسها، هذه هي هذا هو الكلاستر. تقدر تكون بزاف الحوايج ولكن الفكره اون جينيرال شنو هي؟ هو كنلقاو واحد الجروب ديال لي دوني. يا
سيكونس بريدكشن. شنو هي سيكونس بريدكشن؟ بحال نقولوا واحد الحركه او لا سيكونس كتبقى كتعاود، بحال مثلا نقولوا ديك رايتين سيكونس اللي كتكون في التليفون، اللي كتشد الكلافي ديالك كتبقى كتحرك فيها بحال هنا، كتحركها كتحرك مع الحروف اوتوماتيكمون، هو كيكتشفك من الاندستري وكيحاول يعرف اشنو درتي، اشنو باغي تكتب من غير من الحركه ديالك انت هنا، حيت شحال من واحد دارها بنفس الطريقه، داكشي علاش بريديكتها. اولا مثلا هنا عندنا الزرق الاحمر شيبي زرق احمر شيبي، الا لاحظتوا السيكونس كتعاود عاد زرق احمر شيبي زرق احمر شيبي زرق احمر شيبي، يعني هذه الاخرانيه غتكون شيبي ما حاجهش تقدر. فهمتوا الفكره؟ دابا هذيك تسمى سيكونس بريدكشن، تقدر دارتها في الموفمنت، عارف شي واحد غيجري غينقص بواحد البارتي بالضبط. anyway هذيك تسمى سيكونس بريدكشن. يب مصباح هناك كندور على البرانسيب، شنو هي كلاسترين، شنو هي كلاسيفيكاسيون، شنو هي ريغريسيون، شنو هما شحال من حاجه. دابا شنو الماشين ليرنينغ، شنو الديب ليرنينغ؟ الماشين ليرنينغ هو واحد لو في ديال اننا كنشدو واحد الداتا ديالنا ولا الانبوت ديالنا اللي كتكون فيها الداتا مثلا، وكنجبدو من هاد الفيوتشرز ديالنا كن اكستراكتيو، فاش كنسمو اكستراكتيو الفيوتشرز ديالنا كنجبدو الكاركتيرستيك ديال ديك الداتا. وشنو كنديرو؟ كندخلوها لواحد الموديل اولا ماشي بالضبط موديل، ولكن نقولوا واحد الالغوريثم اولا شي الغوريثم كلاسيفيكاسيون باغ اكزومبل، وهو كيبدا كيبريديكت لينا اولا كيكلاسيفي لينا ديك الداتا ديالنا، كيقول لك مثلا هادي جبدنا من هالداتا ديالها دخلناها في كلاسيفيكاسيون عرفها كار ولا نوت كار، غادي يقول لك راها كار ولا نوت كار، راها طوموبيل ولا مش طوموبيل. الديب ليرنينغ شكل اخر، كنعطيوه الداتا ديالنا ما كنديروش حنا الفيوتشر اكستراكشن لراسنا، كيديرها هو، كيدير الفيوتشر اكستراكشن وكيدير الكلاسيفيكاسيون كلها بوحدو، وكيقول لينا واش كار ولا ماشي كار، نفس البرينسيب. يب هذا تقريبا اكزامبل اخر ديال ريغريسيون كيفاش كتكون. نورمالمون الا لاحظتوا الداتا ديالنا راها مجموعه في الزرق تما، وعندنا داك الخط ديالنا، ولا فيما تكون عندنا مثلا شي داتا جديده مثلا اولا شي فالور جديده هنا، غادي تطلع هنايا تساطح معاها وتشوف البريديكشن ديالها شناهي. وهذا هو الفرق بين الريغريسيون والكلاسيفيكاسيون. الا لاحظتوا هنا بحال مثلا هذه راها لوجيستيك ريغريسيون، كتفرق لينا ديما جوج، عندنا الزرق هنا وعندنا الاحمر هنا، ودرنا تحاول ترسم لنا واحد الخط بيناتهم اللي كيقدر يكلاسيفي لنا هادي وهادي، باش توليو نعرفوا ان هادو راهم هنا وهادو هنا. الا لاحظتوا راه كاينين شي وحدين حمرين زايد داخلين هنا، وتقدروا تلقاو حتى شي وحدين زرقين داخلين هنا، ما يمكنش تبقى زرق، ها هي كاينه وحده زرقاء هنا وكاينه وحده شوفتها. هادو هما لي زيرور ديالنا، بغيت نقول لكم عمرها كتجي 100%، ولكن كتقول لي الايرور ديالها طالع شويه. وين على ماشين ليرنينغ نشوفو، نحاولو نشوفو شنو هو النيورال نتورك وكيفاش خدام وشنو هو، ندويو عليه تاهو شي شويه. فاش كندويو على الماشين ديب ليرنينغ كندويو على البيرسبترون. البيرسبترون كيف قلت لكم قبيله، شتو النورون ديال الدماغ ديال بنادم، وحاولو يسيميليوه بالالغوريثم ديالو، شتو واحد الالغوريثم وحاولو يصايبوه وسموه بيرسبترون. وكيف ما عارفين ان النورون ديالنا راه كيدخلوا في ديزاين بوت وعندو الاوتبوت ديالو، شتو نفس البرينسيپ، عطاو لكل مثلا النورون سميو هذا هو البيرسبترون ديالنا، وسموه نسميو هذا هو النورون ديالنا، كيكون عنده واحد الفالور اللي كتكون كونستانت، وكيكونوا عندنا مثلا واحد لي فالور اللي كنسميوهم انبوتس، وهاد الانبوتس هادو كل وحده عندها لو بوا ديالها. بحال نقولوا مثلا هذا راه الاهميه ديالو ما مهماش بزاف، هذا راه الاهميه ديالو بزاف، وهاد البوا هذا ولا الويت هذا هو اللي كيحدد لنا ديك الاهميه. من بعد هادشي كامل كيدخل لنا في واحد الفونكسيون اللي كدير لنا سوماسيون، من بعد كتجي واحد ستيب فونكسيون اللي كتريغيلي لنا الاوتبوت ديالنا، باش كتعطينا واحد الاوتبوت نقي، ماشي نقي ولكن مريغيلي، ماشي مرون بزاف. نورمالمون كتجي كدير كضرب هذا في هذا، وكدار ليه واحد سوماسيون ديال هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، في هذا زائد هذا، في هذا زائد هذا، في هذا، وكيتسوما هنا. من بعد كيدوزو في داك ستيب فانكشن اللي كتريغيلي لنا الفونكسيون ديال اللي كتكتب، مرات كتعطينا تقدر تكون اكتيفاسيون فونكسيون داكتيفاسيون، تقدر تكون سوفت ماكس تكون ريلو، تقدر تكون بزاف، كاين بزاف ديال الفونكسيون على حساب شنو محتاج انت، على حساب شنو كدير في هاد البلاصه. يب هادي هو البيرسبترون ديالنا. نورمالمون ريزو دو نورون هو بزاف ديال لي بيرسبترون
اولا بزاف ديال لي نورون في غازو واحد. هادوك علاش سماو غازو ديال لي نورون، بزاف ديال لي نورون، المهم غازو ديال لي نورون. و كيكون عنده ان انبوت ديالو، كيكون عندنا واحد الهيدن لايرز هما هادو مثلا، وكيكون عندنا الاوتبوت ديالنا. بحال هنا مثلا غيكون بريديكت لنا غير مثلا جوج حوايج، واش مثلا نفس البرانسيب اللي كان في قبيله كنا دايرين كار وكيبريديكتي واش كار ولا نوت كار، نوت كار مثلا طوموبيل ولا ماشي طوموبيل. هنا كاينين جوج، يعني غيبريديكتي لنا واش طوموبيل ولا ماشي طوموبيل. وهنا هما الانبوت ديالنا على حساب اشنو غندخل ليه الفيوتشرز ديالي. الهيدن لايرز ديالي هنا هما اللي غنحاول نشرحهم في شويه ما غنغرقش فيهم بزاف. وكيدير لنا الاوتبوت ديالنا اون جينيرال. الفكره شنو هي؟ هو انه كنشدو ليماج، كنفيديوها للنورون ديالنا، الغازو نورون ديالنا. كاينين دي نورون كيتاكتيفاو ودي نورون ما كيتاكتيفاوش. الا لاحظتوا مثلا هذا راه تاكتيفا جات لهنا وراه مابقاش تاكتيفا، ولكن هذا تاكتيفا وراه وغادي كيبقاو كيتاكتيفاو من لاير لاير من لاير لاير. كيخرج لنا مثلا هذا اللي كيكون تنعرفوا راه كات او غادي غادي غادي، كيوصلوا هنا كيكون الكات ديالنا. هذا هو الانبوت لاير ديالنا وهذا هو الاوتبوت لاير ديالنا. فهموا غير هذا البرانسيب. كيفاش خدام هذيك الفونكسيون داكتيفاسيون ولا النورون ديالنا كيفاش كيتاكتيفا؟ اون جينيرال كتجي الانبوت واش كيتاكتيفا ولا لا على حساب الكونديسيون ديالو. هنا الا تاكتيفا الا كانت هي راه كيتاكتيفا النورون، الا ما كانش راه ما كيتاكتيفاش. سامبل هذا هو النورون كيفاش كيخدم. نعطيو اكزومبل، الا كانت الفونكسيون ديالنا مثلا الكونديسيون ديالنا هي واش صغر من 10، الا جاتو 5 في الانبوت 5 واش صغر من 10 يس غيتاكتيفا النورون. كون كانت مثلا شي عدد اخر نقولوا مثلا 12 ما صغرش من 10 ما غاديش يتاكتيفا النورون، وغادي يقول ما غاديش تاكتيفا النورون وما غاديش يدوز النورون اللي وراه. دابا كل نورون كيشوف اشنو دار اللي قبل منه وكيشوف اش غيدير هو الا دار شي النورون اللي قبل منه شي حاجه، وهذه كتافيكتي النورون اللي وراه. النورون اللي وراه غادي كيخرج لنا الريزلت اللي بغينا. دابا كيفاش البيسي او الماشين كتشوف التصويره؟ فاش كندويو مثلا على التصويره راه حنا كندويو على بيكسلز على ليكزيبيسيمال على البينار على بزاف. بس ديالنا كيشوف ليماج بحال هكا ارقام، وهاد الارقام هادو هما اللي غير خاصنا ندوزوهم للغازو د نورون باش يفهم يتعلم. نورمالمون ما نقدروش نعطيو الغازو د نورون تصويره ونقول ليه هو راه ماشي بحال هيومن كيشوف التصويره. بس راه كيشوف غير 0 1. هاد هي ليماج اللي غندخلو ليه، وهنا غيبدا يبريديكتي واش غيشوفها، واش غيبدا يحاول يعرف الفيوتشرز ديالها. كاينين الودنين هنا، كاينين هاد اللعيبه كتعاود، كاينين العينين. غيقلب على دوك اللعيبات اللي كيتعاودوا غيكونوا هما الفيوتشرز ديالو اللي غيبدا يتعلم منهم، ولا بهم غيتعلم باش يولي من بعد اللي شافهم يقول راه هذا مثلا كات. هذا هو اللي نفترضوا مثلا انا غندخل ليه واحد التصويره. التصويره هي هذه فيها 4 في 4، هذه تصويره وفيها هذا مثلا بيكسل هذا بيكسل. غير ايماجينيو معايا باش تفهموا غير البرانسيب. هذا بيكسل هذا بيكسل هذا بيكسل هذا بيكسل وغادي لاحظتوا راه راسم لينا رقم واحد بلي بيكسل بايدي. نورمالمون باش غندخلهم انا الغازو دو نورمون الا عقلتوا راه كاين انبوت لاير، والانبوت كتدخل لي وحده ماشي بزاف. افترضوا ان هذا هو الانبوت لاير ديالي هو هذا. الا لاحظتوا راه شديت هاد التصويره هادي وقسمها تفلاتنات، شدت هادي ودارت مثلا هادي ها هي دارت هنا كحله جوج بيضات كحله كحله جوج بيضات كحله. انا من بعد جوج كحلات بيضه كحله جوج كحلات بيضه كحله وغادي هادي الاولانيه جات فهاد البلاصه، الثانيه جات فهاد البلاصه، هادي جات فهاد البلاصه، والاخرانيه جات فهاد البلاصه. وهاد القضيه تسمى الفلاتنين ديال 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 الفيكتور ديال اولا ديال الماتريس ديالي نورمالمون ولا ليماج ديالي كتفلاتني داكشي اللي غتحتاج. مهم كيكون الانبوت لاير هنا لاير الاوتبوت لاير ديال قدر يكونوا بزاف ديال الهيدن لايرز ماشي غير لاير واحد. وفي المهم الفكره هي وهنا كيتكونيكطاو عاد ديال الانبوت ديالي كيتكونيكطاو مع كاع النورون، وعلى حسب كل وحده فاش كتجي شي حاجه كاين اللي كيفايري كاين اللي ما كيفايريش، كيشوف اللي وراه حتى واش غيدير واللي وراه اللي وراه حتى كيخرج لي مثلا هذا ولا هذا وكنعرفوا واش واحد ولا ماشي واحد. يس من بعد هذا هو الفلاتنين ديال ليماج، الراو الاول الراو الثاني الثالث الرابع نفس البرانسيب اللي شرحت لكم قبيله. هذه هي الفكره اون جينيرال.
كتشد الماشين ليرنينغ ديالك او الريزو دو نورون ديالك كتعطيه تصاور وكتعطيه تصاور بلي لابيل ديالو بحال كتعطيه صوره ديال الكلب كنقول ليه هذا راه كلب وغادي هو كيبقى كيتعلم يتعلم يتعلم تخرج لينا مثلا من النوع ديالك تعطيه بزاف ديال التصاور وكيولي مثلا عارف واش داير نحاول ندير واحد ليكزومبل نشوفو به نشوفو به هادشي في الواقع كيفاش وكيفاش خدام ندير واحد ليكزومبل بسيط نمشيو نجي نستوبي البارطاج ونعاود نبارطاجي ليكرون ديالي نو شير شير يور سكرين نمشيو لتيتشابل ماشين هذه واحد واحد البلاتفورم ديال جوجل اللي كتخليك دير الماشين ليرنينغ اونلاين ديرو جيت ستارت ونحاولوا نصايبوا واحد واحد الماشين اللي شويه انتيليجنت هنا ندير مثلا بغيت نصايب واحد البروجي ديال ليزيماج ونت غنوريكم هاي اكزومبل باش تفهموا الفكره نورمالمون هنا الا عقلتوا قبيله باش قلت لكم مثلا غنعطيو تصاور ديال شي حاجه ونعطيوه لي لابيل ديالها باش يعرفها شنو هي نورمالمون انا شوف عندي هنا عندي واحد روبيكس كيو عندي واحد الادابتر وعندي تيليفون نديرو ثلاثه ديال الكلاس نسميه مثلا الكيو ونخدم الكاميرا ونقول لي لو الكاميرا ديالي هي هذه ونعطيه تصاور ديال روبيكس كيو وندير هولد تو ريكورد ولاحظتوا راه كيشد لي زيماج نعطيه 70 ايماج باش ما يكونش تريني معطل بزاف عندي واحد الادابتر هنا الادابتر الكاميرا عاوتاني ريكورد نحاول نعطيه بزاف ديال الانواع ديال الزيماج فتا بزاف 71 باش ما يكونش مشكل نورمالمون خصني نعطيه دوك لي ديتاي بحال بحال وندير تليفون ندير اد انذر كلاس ندير فون وندير هو تليفون هذا 70 تقريبا anyway الفكرة هي نورمالمون غتاخد شوية الوقت ندير هاي نورمالمون ندير ترين موديل ديالي هاد بحال كنقول عطيتو هاد التصاور وقلت ليه هادو راهم كيو عطيتو هاد التصاور وقلت ليهم هادو راه ادابتر وعطيتو هاد التصاور وقلت ليه هادو راهم فوق تليفون وعندي ترين الموديل ديالي نورمالمون غياخد شوية الوقت ماشي مغياخدش الوقت ولكن الفكرة هي هادي اون اتوندون يسالي الموديل ديالي نشوفو اكزومبل اخر ديال كيفاش نصايبو غازبوت نورون فوق على حنا باش شي حاجة ماشي ديالي anyway. نخليو هادي ترجعو لها يكون غير لاغيت او لا صافي مزيان ها هو كيدوز في الترينين ديالو زير على 50 دونت سويتش تابز يو ماست ليف ذيس تاب اوبن تو ترين يور موديل اوكي خصني نصدق خصني نبقى حاضر anyway انا مغاديش ياخد بزاف د الوقت نتسناوه ونشوفوه كاملين نشوفو واش غادي يعطي نورمالمون كل ما كثرتي الداتا او لا كثرتي لي زيماج كل ما غياخذ الوقت باش يدير ترينينغ ديالك ولكن هادو راه مع لي بروس سيرفر ديال جوجل داكشي اش كان نورمالمون انا ما عطيت والو عطاني فوق نورمالمون حيت ما عرفتش اش ندير نورمالمون خصني تندير لي تليفون على الا لاحظتو فاش كنحيد ما كيبقى كتبقى هاد الادابتر كتخرج ما بحال ما عرفوش كيشوف الزروقيه كاينه في لي زيماج كاملين ما فهمتش اش واقع ولكن باش كنزيد التليفون يكون متاكد منه 100% شي يكون متاكد كيبقاش يخرج ديك الحمويه بصح بقى كيخرجها ولكن كيبقى فون بزاف بحال مثلا هنا اللي طلعت ديال روبيكس كيو راه عرفو راه كيو الا درت الادابتر راه عرفو ادابتر هذه هي الفكره اون جينيرال نورمالمون تقدر تصايب موديل ديالك بسيطه هنا ودير ليه اكسبورت وهنا يقدر يعطيوه لك تنسر فلو جي اس تقدر تاخذو تنسر فلو عادي امبورتيه امبورتيه بايثون و سينو تخدم تنسر فلو لايف الا كنتي كتخدم في الويب والروينات المهم عندك مع الويب وبغيتي تامبليمونطيها في سيتي جواب ولا شي حاجه تقدر ديرها بحالك تاخذ الكود ديالك منه وتامبليمونطي هذه هي تشابل ماشين بسيطه كتوريك البرينسيب ديال كيفاش تعلم هذا الشيء وصافي ندير واحد اكزومبل اخر ما عرفتش شحال درت تقريبا ديال الوقت دابا اطولت بزاف هنا ندير واحد ليكزومبل ديال غازو دو نورون الا بغيتي تصايبيه مثلا في تصايبو في
كولاب. كولاب هي واحد لوتي مصايبها جوجل دوك لي دكتوران ولا الريسيرشرز باش يبداو البروغرامي ولا يكوديو اونلي. يعني بحال جوبيتر هي في الكلاود نورمالمون. باش انا نصايب واحد الغيزو نورون خاصني امبورتي تنسر فلو. فاش كان امبورتي تنسر فلو هو اللي بيه غادي نصاوب الغيزو نورون ديالي. وهنا كاينه واحد الداتا سيت سميتها انيست فيها الارقام فيها الرقم كتشد واحد نقولوا مثلا رقم 5 ولا 6 كتشد داك رقم 6 فواحد الماتريس مريبريزونتي بواحد الماتريس فيها 28 ومعاه اللابيل ديالو كنقول مثلا باش نوريكم اللهم لودينا الداتا ديالنا امبورتينا دابا تنسرفلو لودينا الداتا ديالنا و يب anyway. انا غنعاود نرجع لحظه انا الاكسكيوت غير باش نوريكم على نعاود نرجع دابا غنحاول ايتيري وسط الداتا ديالي ونشوف انا نشرح لكم هذا الشيء غير باش نوريكم الفكره بحال مثلا هذا نورمالمون هذيك امنيست هذه اللي دوينا عليها هنا هي واحد الداتا سيت فيها هاد التصاور هذا هي ما فيهاش تصاور ولكن فيها واحد الاري ولا ليست ديال لي زوبجي وكل جو اوبجي راه ماتريس وديك الماتريس الى رسمتيها بالكولور ماب غري كتخرج بهذا الشكل دابا حنا واضحين هذا هو هذا هي الداتا ديالنا بحال هكا دايره شنو دايره هنا شنو بلا بحال مثلا هاد التصويره هادي هاد الماتريس هادي خرجت ليا 5 لابيل ديالها معاها 5 لاحظتوا انا نشرح لكم مزيان نورمالمون دابا انا عندي واحد داتا سيت كبيره بغيت ندير لونطريمون ديالي ونعلم الماشين ديالي باللي مثلا فيها بزاف تصاور فيها بزاف لي لابيل وبغيت نعلم الموديل ديالي من هذه الداتا سيت الى ترينيت بالداتا سيت كامله كي غادي نعرف بلي راه الموديل ديالي ولا كيعرف ولا ما كيعرفش هذا هو المشكل اللي كيوقع الى ترينيت بالداتا كامله هذا هو المشكل اللي غتوقع فيه ما غتعرفش ان الموديل ديالك ولا مزيان ولا ماشي مزيان داكشي علاش كيقسموا الداتا كيديروا 80% 20% ولا كيديروا 70% 30% ديك الساعه على حساب انت كل داتا ساينتست واشنو كيدير كتشد الداتا الاولانيه ديك 80% اللي قسمتي الاولى هي اللي كتريني بها كتقول لي هذه هي اللي كتريني بها وكتشد الثانيه كتحيد منها لي لابيل وكتعطيها ليه كتقول ليه بريديكتي ليا هاد الداتا هادي فاش كيبريديكتيها كتشوف هذيك اللي حيدتي انت ديك لابيل اللي حيدتي وكتشوفو واش بحال بحال الا جاب مثلا 80% صحيحه كنقول الاكيوراسي ديال الموديل ديالي 80% يعني 80% ما غيغلطش ليا هذه هي بحال كنقولوا كنقسموها للترين والتيست كاين اللي كيدير ترين والتيست والفاليداسيون والمهم كيدير كروس فاليداسيون والروين ولكن الفكره شنو هي هو انه انت فاش كتبغي تريني فاش كتبغي تريني الموديل ديالك ما كترينيش على الداتا ديالك كامله سينو غتولي تعطيها ليه وديجا هو قراها ديما خاصك تعطيه داتا ما عمرو شاف مثلا عندي تصاور ديال الكلاب ومشاش غنعطيه تصاور ديال الكلاب غنعطيه غير 80% ديال دوك التصاور ونقول ليه هادو راه كلاب ونعطيه 80% ديال التصاور عاوتاني نقول ليه هادو راهم مشاش عندي 80% تصاور كلاب 80% تصاور مشاش ونعطيهم ليه وعاطيه نقول ليه هادو راه كلاب هادو راه مشاش من بعد فاش كيتريني وكيتعلم من هادوك نقول ليه كيجيب ليا الموديل اللي تريني تقول لي هذا الموديل راه صافي واجد اللي عطيت التصويره غير بريديكت له اش كنشد كنحيد ديك الداتا اللي خليتها انا ما كتخزنتها قبيله مازال فيها 20% ديال الكلاب و20% ديال المشاش وكنعطيه تصاور بلا ما نقول ليه هذا راه كلاب عطيت التصويره وكنشوف واش بصح غير بريديكتي كنعطي التصويره كنقول ليه واش غير بريديكتي مش وهذه القضيه هذه بحال كتقول كنجمع ليه داك البورسونتاج ديال شحال جاب صحيح كنقول هذيك راه هي الاكيوريس دابا هنا اشنو درت هنا الداتا ديالي لوديتها وهنا بحال قسمت بحال قلت لي قسم لي الداتا ديالي قسمها على الترين والتيست خليت شويه ديال الترين وخليت شويه ديال التيست بحال مثلا اكستريم هي التصاور هنا في هذه الحاله هما هاد التصاور والايكغريك ترين هما لي لابيل ديالهم والاكس تيست هما التصاور ديال التيست والايكغريك تيست هما لي لابيل ديال التيست من بعد فاش غنولي نعطيه غنولي نعطيه اكس تيست ونشوف واش جاب ليا بحال ايكغريك تيست وهنا غنعطيه ايكغريك اكس ترين و ايكغريك ترين باش يتعلم منه انا لوديت الداتا ديالي لوديتها في هادو وهنا قسمت الداتا ديالي باش تكون داكشي اكيوريت هنا باش نفهموا هذا الكود هذا ما نزربش عليكم فيه اشنو درت امبورطيت واحد ليبريري ديال مات بورتليب اللي كنبدا نعطيها الداتا ديالي وهي كتبلوطيها ليا نورمالمون كيف قلت لكم قبيله
اكس ترين ديالي هي اللي فيها الداتا ديال ترين والايغريك هي اللي فيها لابيل ديالي. المهم واش قلت ليه انا؟ قلت ليه بلوتي ليا هاد الايماج هادي اللي كاينه في اول ايماج اللي هي زيرو مثلا. ملي مشيت من زيرو حتى لخمسه، زيرو لواحد جوج ثلاثه اربعه، زيرو واحد جوج ثلاثه اربعه، زيرو يعني في اللوب الاولانيه غتكون اي فيها زيرو، يعني غاديش غير بلوتي ليا، غير بلوتي ليا هاد الزيرو ليماج الاولى وغي بلوتيها بهاد لوتيب كولور ماب غري هي هادي، وغي دير بلوت لي بشو هي هادي اللي خرجت. من بعد قلت ليه برينت ايغريك ديال هاد الترين، حيت قلت لكم هنا عقلتو كبيره، قلت لكم هادي هي الداتا ديال الترين ومقسومه، كاينين فيها التصاور اللي هما الاكس ترين والايغريك ترين، هما دوك لي لابيل ديال هادوك التصاور. بحال مثلا لابيل الاولانيه ديال الايغريك ترين هي الزيرو هي خمسه، يعني التصويره خمسه واللابيل ديالها هي خمسه، وهذه التصويره زيرو واللابيل ديالها هي زيرو، وغادي 4 هي 4 1 هي 4 و 9 هي 9. نورمالمون الداتا سيت ديالي راه كبير. دابا فاش صايبت هاد باش شفتوا الداتا عرفتوها كيفاش دايره، دابا نصايبوا واحد واحد الموديل اللي غنخدموا به. كيفاش غنديروا تنصايبوا الموديل؟ الا عقلتوا قبيله باش كتبت لكم ليماج ديالي 28 على 28 ماتريس ديال 28 في 28. اشنو غادي نقول ليه انا؟ صايب ليا واحد الموديل اللي باز اللي يكون سيكونسيال. واش نعطي؟ عطيني الانبوت لاير ديالو اللي هو هذا الاولاني، انبوت لاير ديالو يكون مخلاطني و28 على 28 هي الماتريس اللي غندخل ليه، انبوت شيب اللي غندخل ليه 28 على 28. عيش بحر عيش حياتك، غير دخل انا من دخل لك ماتريس ديال 28 28 عرف انها الانبوت ديالي خاصها تجيها 28 على 28. من بعد هادو هما الهيدن لايرز ديالي، انا درت غير هيدن لاير واحد وسميتو هنا الدانس لاير ديالي، درت فيه 128 غيزو نورون، 128 نورون، وقلت ليه لاكتيفاسيون فونكسيون ديال هادوك 128 نورون اللي هي الغولي. كاينين بزاف ديال الفونكسيون داكتيفاسيون وكل واحد غادي يمشي مع الفونكسيون داكتيفاسيون اللي تخدم ليه، اولا الاغلبيه كيديروا واحد الكريد سيرش اللي كيبقى كيتيستي فيه بزاف ديال الفونكسيون داكتيفاسيون اللي كتستغل ليه مزيان كيخدم لها. من بعد قلت ليه دروب اوت، دير لي واحد 20% ديال دروب اوت. نورمالمون ماشي كاع الغزو ماشي كاع لي نورون خصهم يخدموا، ولكن واحد 20% راندوم ما يخدموش، بعض المرات كطلع لك في راسي. وقلت ليه الاوتبوت ديالي دير فيه 10، يعني انني غنحاول نبريديكت 10 ديال لي فالور. نورمالمون الا عارفين الارقام ما كاين الزيرو الواحد حتى التسعه، يعني 10 لي فالور بريديكت لي 10 لي فالور. هنا صايبت الموديل ديالي اكزيكوتي، ها هو الموديل ديالي تصايب. من بعد شنو قلت ليه؟ هنا غنبلوتي الاولاني باش نشوفوا شنو هو البلوت الاولاني، باش غندير ليه بلوت هو الخمسه، هو الترين زيرو اكس ترين زيرو ولا هو الخمسه، وهذا اللي كاين هنا. هذا بحال كنقول غنمشي نتيستيه قبل ندخلوا الموديل ديالي، قبل ندير الترينينغ نتيستي الموديل ديالي قبل ندير ليه لونترينمون، نشوف واش غادي يقدر يعرف هذيك راه خمسه ولا ما يعرفهاش، ولا اش غيخرج ليا اصلا. انا شنو درت ليه؟ مشيت درت ليه عطيني البريدكشن ديالك ودخلت ليها الزيرو، هاي فاش درت ليها اوكي يعني عطيتها غير الزيرو ترين اكس ترين زيرو وشفت البريدكشن ديالي برينتيتها باش تشوف اش فيها. لاحظتوا شنو عطاني؟ عطاني واحد الاري جيم اكس كيو لقى الزوم ندير واحد كيبان دابا غيكون كيبان. يلا رديت البال باردون. المهم هنا الري زيد لي زوم بالنسبه اللي كان باغي يشوف الكود، نورمالمون انا رجعت بالسربه باش يبان لكم الكود، تقدروا ديروا بوز ولا تعاودوا الفيديو ديروا بوز. سينو غنبارطاجي معكم الكود هاد السلايدز والكولا. انا نورمالمون فاش قلت ليه بريديكتي ليا اش كاين في هاد اكستريم اللي هي زيرو اللي هي خمسه، اش غيحاول يدير؟ خرج لي واحد الاري فيها 10 لي فالور. هاد 10 لي فالور نحاول نشرح عليكم بعد. نورمالمون الفالور الاولى هي الزيرو، الفالور الثانيه هي الواحد، الفالور الثالثه هي الجوج، وغادي والفالور الاخرى هي التسعود. دابا اللي طالعه فيهم هنا في الفالور ديالها مثلا عندها اكبر عدد هي البريدكشن صحيح. بحال مثلا الى جيت كنشوف هنا ولقيت مثلا 0.5 هي الكبيره، يعني راه بريديكت ليا ان هذه هي صحيحة، يعني ان هادشي اللي عطيته هنا هو هادشي اللي بريديكت انا. في الكود من بعد غتفهموا الفكره.
دابا هنا كاين مشكل واحد باش ما نقدرش نعرف لاحظتو كاين ناقص وما كاينش الناقص دابا انا بس نورمالمون في غيزود نو راه ما كيفرقش هو بين ان الناقص صغيره الناقص هي صغيره ولا العدد اللي فيه ناقص هو صغير ولا العدد اللي فيه زائد هو كبير مازال ما فاهمش هذا البرانسيب مزيان هادشي علاش كندير واحد فونكسيون سميتها سوفت ماكس اش كنديرو بيه كنقول ليه بريديكشن ديالي دخلها في سوفت ماكس وبحال كتقول لي كنقول ليه سكيليها باش نولي يولي كلشي بوزيتيف انا سكيليها غيولي كلشي بوزيتيف يعني هذه هي الزيرو هذه هي الواحد هذه هي الجوج هذه هي ثلاثة أربعة نورمالمون بغيت نعرف اش بريديكت ليا على خمسة خاصني نقلب على الكبيرة فهاد هنا عندنا الواحد زيرو خمسة اثناش تلطاش خمسطاش عشرة زيرو ثمانية خمسة زيرو ستة زيرو تسعة يعني خمسطاش هي الكبيرة يعني بريديكت ليا زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة بريديكت ليا أن هاد الفالور اللي دخلنا ليه هنا هي الربعة وهي راه ماشي الربعة يعني خمسة ولكن هادشي نورمال حيت أصلا مازال ما دارش لونطرينمون غازو دو نورمال واخا ما كديرش لي لونطرينمون راه كيكون كيعطيك دي فالور غير هو ما كيكونش اكوريت مازال ما تعلمش اون جينيرال نورمالمون الفكره شنو هي هما من بعد هو اننا خصنا نوليو نحاولوا نديروا ليه لونطرينمون لان باش انه يولي يجيبها صحيحه كاينه واحد الميزور كتال كتسمى اللوس فانكشن اللي كدا كتحسب لينا اللوس شحال ضيعنا ولا كل ما كان داك اللوس صغير كل ما لاكوريسي راه كتكون مزيان يعني ما ضيعناش بزاف نصايبوا واحد اللوس فانكشن من بعد غنديروا واحد نشوفوا البريدكشن ديالنا ديال الكريك ترين مع هاد البريدكشن لعقلتو الكريك ترين اش فيها فها لابيل ديالنا اللي هي خمسة ونقولوا ليه شوف لينا اللوس فانكشن ديال ديك لابيل اللي كانت عندنا مع هادشي اللي تريني مع هادشي اللي جربتي البريدكشن ديالك باش غيجي يشوف غيلقى ان اللوس طالع 2.3 يعني اللوس طالع بزاف يعني راه ما صحيحاش هذه هي الفكره من بعد شنو كنديروا قبل نبداو نترينيو الموديل ديالنا نكومبيليو نزيدو ليه اوبتيميزيو مزيان نعطيوه لوس فونكشن فوقاتو ليه الميتريكس ديالو نعطيوه البارامترز اللي محتاج هنا شنو درنا واحد كومبيلينا الموديل ديالنا وقلنا ليه درنا واحد الاوبتيمايزر سميتو ار هما كاين بزاف ديال الاوبتيمايزرز كل واحد الاوبتيمايزر مثلا كل واحد فاش كيخدم كيدير الاوبتيمايزر اللي كيعجبو اولا اللي كيرتاح ليه اولا اللي غيعطيه مزيان هما خصكم تقراو على الاوبتيمايزرز تقراو على على الفانكشن الاكتيفيشن فانكشنز تقراو على بزاف الحوايج باش تقدروا تقولوا هذا احسن من هذا ولا هذا احسن من هذا اولا هذا غنستعملو هنا ولا ما نستعملوش هنا ولكن الاغلبيه شنو كيديروا واحد الجريد سيرش وكيدير فيه كاع لي بارامتر لي بوسيبل وكيخلي داك الجريد سيرش كيدور يدور كيلقى احسن بارامتر وكيخدم به مهم هنا عطيتو الاوبتيمايزر ديالي ولوها ادم عطيتو اللوس فانكشنز اللي صايبت قبيله اللي عرفت بها ان هذا ما خدامش وعطيتو الميتريكس قلت ليه الميتريكس اللي غنبغيهم انا باش نقول ان هذا الموديل راه مزيان ولا ما مزيانش هي لاكوريسي الا كانت لاكوريسي طالعه راه الموديل مزيان كانت لاكوريسي ناقصه راه الموديل عيب كومبيلي الموديل ديالي من بعد نفيتي نورمالمون هاد فيتي شنو هي هو انه كنعطيه الداتا ديالي لاحظتو شنو عطيتو هنا قلت ليه الداتا اللي غتصاور ديالك هما هاد اكستريم وقلت ليه كل تصويره هالايكريك ترين ديالها شنو هي بحال نقول لك نقول عطيتو تصاور عطيتو لي لابيل ديالها هنا فهاد الفيت بحال نقول ليه تريني ليا هاد التصاور ها لي لابيل ديالها وقلت ليه خدم ليا خمسه لي زيبوك نورمالمون تقدر ديروا لي زيبوك اللي بغيتو على حساب لي زيبوك وكل ما زدت لي زيبوك كل ما كتقوى انا نلونسي سميتو ديالي لاحظتو هنا ها هو كيتريني ولا لاحظتو هنا هو كيبقى كيستيمي ها هو اللوس اللي لقى هنا لقى 48 في اللوس لقى واحد لاكوريسي ديال 85 هنا اللوس لقى 14 يعني لاحظتو اللوس كي صغار ولاكوريسي 95 96 هنا هو 97 نورمالمون غيدير 5 تاع زيبوك ما تقدرش تفوتو 5 تاع زيبوك وتكملو غير هو غياخد الوقت انا درت 5 باش ما ياخذش ليا الوقت بزاف ها هو لقى 97% اكوريسي ديال 97% بلوز او موان مزيان 97 ماشي بلوز او موان 97 مزيان 97 مخيره المهم لاكوريسي ديال 97% من بعد اشنو خصنا ندير خصنا نفيريفي بصح واش ان هاد لاكوريسي حيت نورمالمون هاد لاكوريسي منين جابها من هاد لونطرينمون حيت مازال ما عطيتوش انا الاكس تيست الاكس تيست والايكريك تيست يلا عطيه ترين بحال كتقول دار لونطرينمون ودار الايكريك وبهادوك عاود بريديكتاهم وشاف واش جابهم صحاح صاب راسو راه جابهم صحاح واخا تعلم على شي وحدين غلط في شي وحدين دابا الفكره شنو هي هو انه انا ما غنقول بلي هاد لاكوريسي راها مزيانه حتى كنيفاليوي الموديل ديالي واشنو كنعطي كنعطيه داتا عمرو شافها كنقول ليه ايفالويتي اشنو غت ايفالويتي تاخذ ليا دوك الداتا اللي خلينا ديال التيست دوك التصاور ديال التيست وبريديكتيهم وقارنهم عليا مع الايكراك ديال التيست واش جبتيه صحيح ولا ما جبتيهش صحيح اللهم صل على النبي هذه هو غيعطيني الريزلت ها هو دار الريزلت ديالو لقى اللوس ديال 0.07 وقال لي قال لي راه بلي راه لقى لاكوريسي انه ما غلطش في 97% ديال دوك اللي جابهم غلط في شي شويه
نورمالمون 77% عطات حسن من داك اللي كان في لونترينمون كاع 75 يعني 70 عطى احسن من ديال لونترين وما مودي ما كتوقعش بزاف قليل كتبقى الفكره هي هذه. دابا شنو غندير انا خصني نصايب واحد الموديل او لواحد الموديل اخر اللي نبدا نعطيه البريدكشن ديالي وبدا كيقول لي اشنو كاين نبدا كيجاوبني باش نوريكم الفكره شنو هي. مثلا انا شنو غندير نصايب واحد البروبابيليتي موديل اللي غنبدا نعطيه انا ويخدم لي صايبتو سيكونسيال عاوتاني في البرانسيب وعطيتو الموديل ديالي اللي صايبنا قبل التريننا وقلت لي راني خدمت بواحد الفونكسيون ديال ريغولاسيون اللي هي سوفت ماكس انا صايبتو. من بعد غنبدا نبريديكتيبي نورمالمون هنا شنو بريديكتيت بيه غنتستيو على مثلا اكس نشوفو هادي مثلا شنو هي هادي اكس تيست 10 اللي هي هادي ال 10 ال 11 يعني ال 10 اللي ندخل لي انا انبلوتير نشوفها كي دايره اكس تيست 10 هي الزار نقلبو لشي وحده اخرى نمشي نديرو ال 10 نديرو مثلا 15 نبلوتيو الفالور 15 الفالور 15 عندنا هي 5 نشوفو هنا الا درت ليها البريدكشن فهاد البلاصه واش غيجيبها ولا لا. نورمالمون خصني نعطيه الفالور 15 نعطيه 15 ونقطعها 15 يب. دابا هادي كامله راه بقات بان لكم بحال الكره اللي فاهم بايثون تبان لي انها ريختيت غير وحده اللي هي ال 15 اللي هي اللي افيسيت انا غنقول ليه بريدكتيها لي ها هو بريدكتيها لي نورمالمون 1 9 3 8 نقلب على الكبيره فيها 4 8 2 5 9 9 طلعت هنا هي كبيره 1 8 1 5 4 8 هي كبيره يعني هذه هي الزيرو صغيره ما هيش هذه هي الواحد هذه هي الجوج هذه هي الثلاثه هذه هي الاربعه وهذه هي الخمسه نورمالمون اكبر وحده هنا هي الفالور اللي بريديكت يعني الخامسه يعني هي هذه خمسه يعني هي هذه خمسه نديروا بوحده اخر نديروا مثلا 25 ندير هنا نفس البرانسيب او ثاني ندير 25 ندير 25 هنا غنحاولوا نبريديكتيوها عاد نافيشيوها هنا هنا عندنا 99 99 كبيره عندنا 98 99 يعني 99 يعني بريديكتها انها هي الزيرو بالي هنا كاينه 89 يعني انه كاين احتمال ديال انها تقدر تكون 9 ولكن احتمال كبير انه هنا غادي يمشي هو غيقول ان راه هي الزيرو بلوطيوها ونشوفوها واش هي الزيرو هي الزيرو حيت فيها دابا ما مصايباش مزيان داكشي علاش صحاب لي دابا وقال 9 المهم هو راه حاول يفهم واكتشف ان راه الزيرو. المهم هذا هو اللي غادي نضمنو وبحال هكا كيتخدم نبارطاجي معكم من بعد سميتو ريزلت ستوب شيرين سكرين جاوز الوقت ديالي سمحوا لي بزاف ولا عندكم شي كيسيون انا معكم شكرا.